تختلف وجهات النظر في ملف لطالما كان شائكا على مدار سنوات، وهو ملف خريجي جامعات النظام المجرم، حيث يرى البعض أنه من مبدأ ثوري لا عمل لأولئك الخريجين في المناطق المحررة، بينما يرى آخرون أنه من المنطق احتوائهم في كيان الثورة واستقطابهم للعمل في المحرر، ولكن ضمن إطار معين يعكس الأولوية لأبناء الثورة. فما هي وجهة النظر الأصح في واقع محررنا اليوم؟ وهل تلبي مخرجات اجتماع الحكومة مع ممثلي طلاب إدلب مطالب الأخير؟ وماذا عن موظفي المنظمات الإنسانية العاملة في المحرر الخريجين من جامعات النظام؟ كل هذه التساؤلات وغيرها نجيب عليها في حلقة جديدة من برنامج بين السطور، الذي يأتيكم الخميس الساعة 7 مساء بعد الموجز الإخباري مباشرةً.